للمزيد ينضم إلينا في الاستوديو رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا رائد. رائد، جيروم باول يعول على سوق العمل، هل بالفعل البيانات الاقتصادية ستحول دون حدوث ركود؟ يعني أعتقد أنه أن تحول دون ركود هذا أمر أصبح صعبا جدا على الفيدرالي، وهذا التعويل الذي يقوم به جيروم باول أعتقد سيكون مكلفا في الفترة القادمة لسبب بسيط. نحن بدأنا نرى بيانات اقتصادية مثل بيانات الخدمات والمؤشرات الأخرى للصناعات التحويلية أظهرت خلال الأسبوع الماضي تراجع في هذه القطاعات، واعترف به جيروم باول أن هناك تراجع في بعض المؤشرات. الاعتماد فقط على سوق العمل كمؤشر إيجابي، أعتقد طبيعة وأنواع الوظائف التي يتم توفيرها ومعدل نمو الأجور لا يتوائم ولا يتناسب أبدا مع مستويات التضخم المرتفع، وعملية رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس التي كانت يوم أمس أعتقد غير كافية لتحقيق مجابهة لمستويات التضخم المرتفعة التي حتى عقب الرفع الماضي رأينا البيانات التضخم ارتفعت أكثر وعند 9.1 ارتفاعا من 8.6%. أعتقد هذا يضغط أكثر على الفيدرال الأمريكي أنه سوف يتابع بيانات وربما سيستمر بوتيرة الرفع نفسها 75 نقطة أساس حتى يعني نهاية الصيف وبنهاية العام كذلك الأمر، حتى يكون هناك مواكبة للبيانات الاقتصادية التي يعني تصدر أو التي صدرت مسبقا والتي نتوقعها أيضا أن تأتي بسلبية بعض الشيء على الاقتصاد الأمريكي. طيب رائد، مع موسم أرباح الشركات الأمريكية الآن نرى أداء متباين للشركات الكبرى، لأي مدى سيضر التضخم المرتفع بأداء هذه الشركات، وأيضا إلى أي مدى ستتأثر أداء هذه الشركات بالرفع الذي حصل؟ بالطبع نحن رأينا بيانات مختلطة نوعا ما من أداء الشركات، آخر هذه البيانات كان سلبي من ميتا التي أظهرت تراجعا نوعا ما، وأيضا في نفس الوقت كان لدينا بيانات مختلطة من جنرال إلكتريك ومايكروسوفت. كل هذه الشركات عم تعطيني مؤشر إضافي أن الاقتصاد الأمريكي يعني يعاني في الفترة الحالية من مستويات تضخم مرتفعة، وهذا سوف يؤثر إلى ويدخلنا إلى ركود اقتصادي، لأنه نحن مع هذا التضخم المرتفع سوف يكون هناك تغير في العادات الاستهلاكية، سوف يكون هناك انخفاض واضح في الطلب، وبالتالي مع ارتفاع أسعار الفائدة يعني ارتفاع في تكاليف الاقتراض لهذه الشركات، وبالتالي سيضر ذلك بالأعمال والأنشطة التجارية في الفترة القادمة، وسوف يضطر الفيدرالي في منتصف العام القادم ممكن أن يبحث عن أدوات لتحفيز الاقتصاد مرة أخرى، لأنه استمرار يعني مسلسل الأرباح بهذا الشكل لا أعتقد أنه يعطي أي إيجابية. والارتفاعات التي شهدناها يوم أمس هي عقب البيانات التي كانت نوعا ما بنكهة تيسيرية، يعني جيروم باول أظهر أنه إمكانية أنه ما يكون في عنا رفع لأسعار الفائدة حسب البيانات الاقتصادية، وتم ترجمتها في الأسواق بارتفاعات، لهيك شفنا الداو جونز عم يعود مرة أخرى للارتفاعات فوق مستويات 32,000 وممكن حتى يواصل الارتفاعات نحو 33,000 بهذه النكهة التيسيرية السهلة السياسة النقدية التي يتم اتباعها من قبل الفيدرال الأمريكي. بالتالي أداء الشركات أعتقد حتى الآن ممكن يكون يعبر عن نمو، ولكن هذا النمو غير حقيقي. طيب مع التراجع الذي شهدناه في الدولار، كيف ترى يعني تحركات الذهب على المدى المتوسط؟ يعني أعتقد الذهب يغتنم الفرصة، نحن شفنا يوم أمس يرتفع بحوالي 20 دولار على الأونصة ومرشح لمزيد من الارتفاعات، اليوم لامس على مستوياته عند 1749 دولار الأونصة ومرشح لارتفاعات أكثر. أعتقد استقرارنا وبقائنا فوق مستويات الـ 35 33 تقريبا يفتح المجال للذهب نحو مستويات أعلى، قد تطال مستويات 1800 دولار للأونصة خلال التعاملات هذا ما تبقى من هذا الشهر والأسبوع القادم أعتقد أو الأسبوع الأول من الشهر 8. نعم، رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك. شكرا تالين.